أجواء في أفريقيا بشكل عام بالنسبة لمستر فايلر، إزاي بيشوفها؟ كمان الدوري المصري انطباعه عنه إيه؟ انطباعه على الكرة الأفريقية بشكل عام من خلال قربك ليه يعني. هو طبعا افريقيا، يعني هتكلم عن افريقيا، هتكلم عن ماتش السودان وتونس والاحداث اللي حصلت. تمام. هو مستغربها ومش واخد عليها، يعني قال ايه اللي في السودان؟ كنا هنموت يعني، انا خدت طوبه في ظهري، ربنا يسلم، جت ما جاتش راسي. بجد. وطبعا ده يعني ما بيعبروش عن الجماهير السودانيه خالص. اكيد 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 التصرفات يعني فرديه وكنا قعدنا في الاستاد حتى ساعه ونص بعدها مش عارفين نخرج، وكان اجواء كانت صعبه جدا. كان مستغرب بقى. كان مستغرب هو حتى اتكلم على علينا احنا، مش بنتكلم حتى على الفرق الثانيه، برده كان منزعج جدا من اللي حصل بعد ماتش سوبر، بعد ماتش سوبر الثاني. المشادات اللي حصلت قال لك اسمها فير بلاي، مفيش حاجه اسمها تنزل تتخانق، ما انت بتكسب على طول يعني تخسر. يعني هو بالعكس حتى يعني علق ادب وما كانش مبسوط. هو متعود ان دايما في اوروبا الثقافه بتبقى ممكن تكسب وممكن تخسر، ودي كره القدم يعني، هي دي مع المدرب عادي خالص، ويروح يسلم على المدرب زي ما بنشوف يعني، ويتكلم ويطبطب على اللعيبه الثانيه. هو عنده الحته دي يعني، هو عنده الموضوع ده يعني، عنده هو طبعا عشان تبقى ثقافه مختلفه. طبعا فافريقيا طبعا هو كان ليه تعليق بس على الاحداث اللي حصلت دي، وطبعا على فكره انك تلعب بره وتلاقي كم الكره ده في كره القدم. ده اتكلم عنه يعني. بس طبعا ده موجود في الملاعب كلها، بس يمكن في اوروبا اقل شويه من عندنا يعني. البطوله المصريه بقى الافريقيا، هو دايما حتى الصحفيين بيسالوه انت ليه في افريقيا نتائجك مش زي الدوري؟ الدوري افضل. ما هو ده انا كنت لسه هسالك عليه، هل السؤال زي ده بيزعجه؟ وهل مثلا بعض كان يقول لك اصل الدوري المصري ضعيف، ما بيبصش لقوه الاهلي، نجاح المدير الفني، نجاح اللاعبين في تنفيذ افكار المدير الفني مثلا، ده كان بيزعجه؟ هو بيتساله تقريبا في كل مؤتمر. وبيرد نفس الرد يعني. الدوري المصري احنا عارفين الفرق هتلعب معانا مين ومذاكرينها، وبننزل من الاوتيل من الفندق بالاتوبيس بنروح الماتش. لا في سفر، ساعات سفر، ولا في ترانزيت، ولا بتروح هناك في مفاجات، ولا في طقس حر او رطوبه عاليه زي ما كان في زيمبابوي في ماتش بلاتينيوم، ولا احنا الماتش الاخير بتاع سان داونز واحنا 5 ايام بدري عشان موضوع الاكسجين، عشان هناك في تتاقلم على القصه. فكل الحاجات دي بتمثل يعني عقبات انك تحقق تلعب احسن بيرفورمانس او تادي افضل اداء. بس لغايه دلوقتي الدنيا ماشيه كويس الحمد لله يعني. في الاخر انت متاهل لنصف نهائي بطوله افريقيا، فعشان كده الماتشات الدوري تبقى اسهل نسبيا، لان انت عارف تقرا الخصم كويس، وظروف المباراه انت عارفها يعني. ظروف الماتش اقصى حاجه بقى فيه يعني، زي يوم الماتش المطره هتلاقي في شويه مطره تاخرك ماتش السوبر ما تلعبش، ماتش الدوري ما تلعبش. لكن بخلاف كده مش هتلاقي مثلا ترانزيت والشنطه ما وصلتش في الطياره، او تنزل 3 ساعات وتغير، او الطياره حتى رحله طويله زي بتاعت الارهاق اللي في الرحلات صعب شويه. بالظبط. هو مستغرب عكس في اوروبا طبعا. مش مستغرب، مستغرب نقارن ماتشات افريقيا بالدوري، لان دي ظروف ودي ظروف يعني، بيقول دي حاجه ودي حاجه تانية، فما ينفعش نقارنهم ببعض. بس هو طبعا علاقته باللعيبه كويسه وبيثني عليهم، وهو شايف ان اللعيبه يعني في وقت الجد بيبان شخصيه لعيبه الاهلي. وده حتى هو كان بيقول في ماتش السودان وماتش سان داونز بان شخصيه الحقيقيه لعيبه الاهلي. نزلوا ان هو بيقول دايما انا بحط الخطط، بس مين بيترجم الخطط دي في الملعب؟ اللعيب. مين بيزي ينفذها؟ لو ما نفذهاش ما حصلش، زي ماتش السوبر الاخير يعني 4 5 فرص كان ممكن تطلع فايز طبعًا. فهو في الاخر ده توفيق اعظم التوفيق. بس فهو ايه النقطه، هل بيبقى في تعنيف مثلا من مستر فايل للاعبين بالتحديد مثلا بعد مباراه السوبر؟ انت بتقول في 3 4 فرص ضاعوا مثلا، كان ممكن يفرقوا مع الاهلي في نتيجه المباراه. اسلوبه في التعامل في حاله الخساره هو بيعنفش لاهدار فرصه، بيعنف لعدم التزام خطط بالتعليمات. بالظبط. يعني خاصه المهاجم تقطع كرة او الوينج ما يرجعش يدافع، اقول له ليه ما رجعتش معايا، انت فوت تقطع الكوره. وبيذاكر كويس جدا كل ماتش، وبيعمل فيديو وبيفهم يعني اللعيب، انت بص الكوره اتقطعت منك قدام تردت ازاي، كفوت ترجع معاه. لان زي ما قلت لحضرتك، هو عنده اللعيب لازم يتحرك كل حته في الملعب. هو بيقول دايما لعيب الكوره بيجي له الكوره 5 دقائق من 90 دقيقه، ال 85 دقيقه مش عارف يتفرج، لازم يجري يساعد زمايله، يفضي مساحه لزمايله، يتحرك يعني، يهاجم وبيدافع. بالظبط. بيقول لك اول مدافع في الفريق هو المهاجم، واول مهاجم في الفريق هو المدافع. ده الكره الشامله والحديثه يعني. بالظبط. فممكن يعنف حد ان هو ما رجعش، ما قطعش الكوره، ما ساعدش زمايله، يعني حمل زميله مجهود اكبر لانه ما قفلش حتته، لكن ما بيقولش انت ليه ضيعت الكوره، ما بتحصلش. طيب عايزك